المراسلة اللبنانية نادين نجام، أهلا وسهلا فيك عبر كاميرا ميوزك نيشن. ميوزك نيشن ميوزك نيشن بحبكم، دايما بتتابعوا، دايما موجودين، وي لاف يو. من بين الفستان للشعر للميك اب، بسم الله عليك. ثانك يو، ميرسي كثير. الفستان رامي قاضي، ثانك يو رامي، اي لاف ذا دريس. الشعر فادية مندلا، ميك اب كريستيان ابو حيدر، وشوي انا من هون وشوي انا من هونيك، فكونا اليوم الشكل. كيف ما كنت حلوة نادين. نادين قديش بيعني لك اليوم هيك مهرجان مثل مهرجان بيروت، مهرجان بيروت الدولية للتكريم؟ اكيد بده يعني لي، نحن بدومين العالم تشتغل ليل نهار لتقدم الافضل ما عندها، اقل شيء ينقال كلمة ميرسي، دايما الميرسي حلوة. اليوم كلمة ميرسي للجميع. اليوم رح ينقال لك ميرسي خاصة لك من المهرجان؟ انا لا، ان شاء الله ايه، بعد فترة هيك، بعد ما حقق هيك لاند مارك بحقل معين، بس في عالم كتير سبقوني واخبر مني واكبر مني، لهم الافضلية والحق انه نقول لهم ثانك يو، ان تري غران ميرسي لهم. ده حلو تواضعك اليوم نادين. تواضع هيدا حق وحقيقة، ما خاصة بالتواضع، نقلنا غير هيك بكون غلط. نادين كيف بتقيم اليوم مشاركتك ببرنامج ذا فويس؟ كتر خير الله، الصحافة وانتو عارفين والعالم والقيمين وعلى تويتر وعلى فيسبوك، the reaction is so positive. عن جد انا مبسوطة، لانه قد ما كنت خيفانة انه شو رح اترك انطباع عند العالم، بعد كم حلقة شفت الانطباع، ف I'm happy. ميرسي لكم كلكم. اكسكلوزيف لموقع ميوزك نيشن اليوم، بدي اعرف نادين شو عم تحضر، مسلسل؟ ما نعرف، خبرينا. مش مسلسل اكسكلوسيف هو انه من بعد ذا فويس ان شاء الله تشوفوني كمان على شاشه الام بي سي، بس بي سمثينج نيو. ثانك يو لكم، ثانك يو ميوزك نيشن. نادين احنا بنتمنى لك التوفيق بكل خطواتك.